قلنا اسباب العقم عند الرجال. السمنه قلنا حيوان منوي بيصنع في خصيه بتصنع الحيوان المنوي، والخصيه دي بتنقل الحيوان المنوي من هنا لحد بره لحد ما يخش عند الست ويبدا يمشي في طريقه لحد ما يوصل عند البويضه. كويس كده؟ تمام. طيب الخصيه دي هنا موجوده مدوره كده اهو، لو انا عندي سمنه يبتدي الدهون تروح ضغط على الكوره دي اللي هي بتصنع جوه الحيوان المنوي. حلو. وتضغط على الشرايين والاورده اللي موصله الدم للخصيه. ما هو الخصيه بتنتج الحيوان المنوي منين؟ فيتامينز ومعادن وحديد وحاجات زي كده بيتجمعوا ويصنعوا الحيوان المنوي. هذا الحيوان المنوي مصنوع من الحاجات دي. عشان كده دايما اللي ما بيخلفش تلاقي الدكتور مديله فيتامين سي وزنك ومش عارف ايه وحاجات فيتامينات كتير. اللي هم احنا حاطينهم في العسل، احنا حاطين مجموعه كل دي حاجات مقويه. فالنهارده يبقى انت عندك عشان توصل للخصيه المواد اللي انت عايزه تصنعيها، فعشان توصل للخصيه بتوصل عن طريق الدم، فهتوصل عن طريق الدم. لو الوريد بتاعك كده اللي هو واصل للخصيه وانت عندك سمنه تلاقي الدهون يا اما دخلت هنا وقللت ده فدخلت كده، او ضغطت من فوق فقللت الدم، فالبلاد فلو اللي داخل الخصيه يقل، والبلاد فلو اللي داخل المبيض بيقل. ايوه خاصه للمبيض، عشان كده بنقول ان المبيض ما بيوصلوش الفيتامينز والهرمونات المظبوطه اللي بتوصلها عشان تصنع البويضه. الست دايما بتتخن فتلاقي الدم اللي داخل المبيض نفسه مش كافي، فاذا اثر على المبيض. اتنين، المبيض موجود كده فما بتضغط عليه الدهون بيبقى عارفه زي حد شايل حاجه وهو ماشي، مش ماشي بطبيعته، مضغوط عليه، برافو عليك، عامله حمل عليه، فبقت البويضه وهي ماشيه من الانبوب نفسه حتى لما تتصنع في المبيض وتمشي في الفالوب دي، تمشي في القناه دي توصل للرحم عشان يحصل لها تلقيح. ما هي البويضه برضه بتتصنع هنا ولازم تمشي من خلال تيوب توصل للرحم اللي هيحصل فيه اللي جوه التلقيح. طب البويضه تمشي ازاي؟ لو انا عندي التيوب دي او الانبوبه دي مضغوط عليها من فوق بالدهون، فاذا البويضه نفسها لما تيجي تمشي بالبلدي كده تتزنق تتحشر فيحصل لها تشوه. طب الحيوان المنوي لما يمشي ويجي خارج بره عشان يوصل عند الست يحصل له برضه تشوهات. عشان كده بنقول ان السمنه، خلي بالك يعني من الستات، خلينا عند الستات مش عند الرجاله، السمنه تسبب اكتر من 50% من العقم عند السيدات. يعني النسبه لو انت جبت مثلا في مصر مثلا 1,000,000 واحده عندهم عقم مثلا، وشفت المليون دول هتلاقي منهم 500 بيعانوا من السمنه، نص مليون واحده بتعاني من السمنه. عشان كده بقول حضرتك اول خطوه تعمليها، انا لما اجي لك اقول لك انا ما بخلفش وعندي مشكله في التبويض بتاع، اقول لها لازم تخسي الاول. من غير ما تخسي مستحيل هيحصل حمل. لازم ده ولازم تكون عارفين، ما هوش كلام احنا بنقوله على الهواء وخلاص ونضيع بيه وقتنا، لا احنا عندنا وقت ولا المشاهدين الجمال دول عندهم وقت. احنا بنقول يا جماعه الهيلثي الصحه قلنا حاجه لصحتك، اوعى تفهم ان وزنك معدي ال 100 كيلو وهتحملي بشكل طبيعي زي البنت اللي وزنها 50 60 كيلو، لا طبعا مش هيحصل خالص. احنا اتكلمنا طبعا عن حاجات السمنه وقلنا عندنا حاجات للتخسيس التغذيه، وعندنا طبعا حاجات بالظبط كده للتخسيس. برافو عليك، برافو عليك. عايزين نفكرهم بس بالمنتجات سريعا عندنا للتخسيس، شاي تخسيس اهو اللي هو الموجود ده، ماشي ده تخسيس البطن، وده تخسيس الجسم كله، ده الشاي بتاع التخسيس. سوري ماشي ولا يهمك، ده شاي تخسيس البطن، قلنا الجسم كله ده بيتاخد منه 3 مرات قبل الاكل. تمام. ده اسمه صوفي، وقلنا ده مترخص من وزاره الصحه، وقلنا معنى ان هو مترخص يعني امن يعني فعال يعني ليس له اثار جانبيه، وده تخسيس البطن كله نوع تاني بشكل تاني، وده كريم عشان يخسس البطن ويشد الترهلات. عشان كده بيدهن بيه الكريم ده اللي احنا هنعمله بكره على الهواء، اللي هو بيندهن بيه البطن والاسترتش بتلف بطنها اللي هو الورق اللي بيلفه بيه الجبن والحاجات دي البلاستيك ده، وتلبس لبسها عادي زي ما انا لابس كده هنسم كده وكويس وزي الفل عشان ساده تشد البطن كده، يشد البطن معانا، يبقى ده الكريم.